اهلا وسهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بالهنا والشفا. كل سنه وانتم طيبين ودايما متجمعين مع الناس اللي بتحبوها يا رب. النهارده حلقه كده تبان حرشه وبتخن واكل من اللي هو الدسم اللي متعودين ناكله واحنا في اليوم الفري، بس الحقيقه هي صحيه جدا وما فيهاش اي دسم زياده عن اللزوم، وهنعملها بطريقه صحيه وبرده هنحس ان احنا اكلنا الاكله اللي نفسنا فيها. السجق من الحاجات المعروفة انها دسمة جدا، لدرجة ان الناس اللي بتعمل كيتو دايت دايما من اكتر الحاجات اللي بيحبوا ياكلوها وبتبقى وحشاهم في الدايت العادي هي السجق، لان هو غني جدا. عارفين الغلاف اللي بيبقى برة اللي متشكل فيه السجق ده؟ الغلاف ده عبارة عن دهون بس. فاحنا بقى هنعمله من غير الغلاف ده، لا احنا كمان هنعمل السجق في البيت بطريقة بسيطة وسهلة، تقدروا تتحكموا في كمية الدهون اللي محطوطة. نشويات هنعملها هنقدمه بطريقة جديدة ومختلفة جدا، نشويات معقدة فناخدها وتحسسنا بالشبع من كمية قليلة. احلى حاجة فيه بصراحة ان انا ما بحبش طعم السجق اللي انا مش عارفة هو محطوط فيه ايه مداري على طعم اللحمة ده. انا عايزه استطعم اللحمه. تعالوا بقى اقول لكم بمكونات بسيطه جدا هنعمل السجق الكذاب اللي هو من غير القشره الخارجيه ازاي. اول حاجه معانا لحمه مفرومه، هناخدها هنحطها في الفود بروسيسور او محضر الطعام على بقيه المكونات اللي هقول لكم عليها. معانا فلفل ده احمر مفروم ومتصفي من الميه بتاعته، هقول لكم عملناه ازاي. معانا كمان ثوم مفروم، بهارات لحمه، كبابة صيني، معانا كمان ملح وفلفل، دبس رمان، ورشة جنزبيل، ودي الحقيقة اختياري، ودي الفلفل سبايسي الحراق. بصوا احنا معانا الفلفل الأحمر ده، هناخده نحطه في الكبة، هيبقى مفروم زي ده. لما نطلعه هنطلعه هنعصره في شاشة، هوريكم شكل الشاشة اللي بنستخدمها أو قماشة، أي قماشة موجودة عندك في البيت نظيفة تخليها في المطبخ تبقى بس بتاعت الحاجات دي. هيطلع هنحط الخليط اللي طلع المفروم هنا ونعمل كده زي إيه، زي بقجة، ونعصره. خلاص هيطلع لنا المنظر ده. طب أنا ليه بعمل كده؟ عشان أنا عايزة نسبة السائل في الخليط بتاع السجق ما تبقاش كبيرة. هو السائل هيعمل إيه؟ هيعمل حاجتين، أول حاجة هيخليه يكش بسرعة، تاني حاجة هيخليه يفرول. طيب تعالوا بقى ناخد كل المكونات دي مع بعض نحطها فين؟ في محضر الطعام. طب ما عندناش محضر طعام، حطوهم في مفرمة. خلاص بصوا بقى، فلفل احمر ده بيدي طعم حلو، بس هو مش بس طعم، بيدي كمان اللون بتاع السجق المحمر ده اللي بنجيبه من عند الجزار جاهز. التحبيشه دي بقى انتوا حبشوه براحتكم، يعني في مثلا ناس بتحب طعمه شرقي قوي ما تحطش دبس الرمان. انا بصراحه بحب طعم دبس الرمان جدا فيه، وبيديله كرمله كده. عارفين اول ما بيدخل يتعرض للحراره بيكرمل كده، بيدي طعم ظريف جدا جدا. رشه الملح ورشه الفلفل وحاجه بسيطه من دبس الرمان عشان ما نبوظش قوام اللحمة، ونشوف يحتاج تاني ولا لا. طيب كده بقى السجق الكذاب بتاعي جاهز. محتاجة ايه؟ محتاجة صينية وتغسلوا ايديكوا كويس او تلبسوا جوانتي ايا كان، ونبتدي نشكل السجق بتاعنا. طيب السجق معروف ان هو بيبقى رفيع، وكل ما بقى عارفين المخصوص عند الجزار ده بيبقى ايه نسبة اللحمة فيه اكتر، وبيتشكل ارفع. و لونه بيبقى لون اللحمة كده باينة، فاحنا كأننا عاملين سجق مخصوص مش سجق عادي. عايزة اوريكم بقى في قبل ما تسووه لازم نعمل ايه. اول حاجة احنا هنشكله، نبتدي بقى زي ايه كأننا ماسكين اهو، عايزين تنعموه عن كده نعموه، انتوا تقدروا تتحكموا في الملمس بتاعه براحتكم. هتنعموه ازاي؟ هتسيبوه وقت اكتر يتفرم في محضر الطعام بس كده. اهو معانا كده ايه شكل السجق اللي عايزينه.
هل نقدر نسويه وهو كده على طول هيفك مني؟ طب عشان ما يفكش مني لازم اعمله عملية اسمها التشميع. ايه التشميع دي؟ ان انا ادخل الصاج زي ما هو كده متشكل التلاجة او الفريزر مكشوف لمدة ما تقلش عن نص ساعة. ايه اللي هيحصل في النص ساعة دي؟ في النص ساعة دي هيبتدي يتكون طبقة شمع، عشان كده بنسميها عملية التشميع. الدهون بتبتدي تعمل طبقة ماسكة نفسها سنة على وش السجق، فلما اجي اشتغل بيه واسويه ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش مفرول. طريقة احلى علشان اسوي بيها السجق ان انا هشمعه وبعدين احطه فيه الفرن. انا دلوقتي هعمل معاه كل اتنين. خليني اقول اني شكلت السجق بتاعي، هاخد ده وادخله التلاجة مكشوف. خلاص، حاولوا بقى وهو مكشوف في التلاجة تاخدوا بالكم من حاجتين، انه مفيش حاجة تلمسه خضار او فاكهة اللي هما مش هيبقوا مش بيتغسلوا. دي حاجة مهمة جدا من سلامة الغذاء. انا وانا بشمع اللحمة دي في التلاجة مش هغطيها للأسف، ده اساسا يعني ايه مش سلامة غذاء قوي، بس يعني نص ساعة بس. خلوا بالكم ان انتم ما تجيبوش جنبها اي خضار او فاكهة او حاجة مش هتتغسل. اللحمة دي هتدخل الفرن او هتتعرض ليه درجة حرارة عالية، فأي بكتيريا فيها هتموت، لكن الخضار والفاكهة اللي في التلاجة مش هيتعرضوا للحرارة، فخلوا بالكم من ده. انا مجهزة هنا ايه؟ مجهزة هنا بصل، فلفل الوان، بشر برتقان، ودبس رمان. علشان ايه؟ علشان اوريكم هنعمل ايه في السجق. دول شوية احنا مجهزينهم متشمعين جاهزين طالعين اهم من ايه؟ من التلاجة. الطاسة بتاعتي سخنة، هنزل فيها بالسجق. بص بالراحة، ايه المفروض ايه تبقى اسخن من كده شوية. طيب، علشان السجق بتاعي ما يتسلقش مهم ان انا لما انزل القطع السجق ما تبقاش لازقة في بعض، يبقى في بينها مساحات كفاية. خلاص، عشان ما يبتديش ايه ينزل ميته ويبتدي يتسلق بدل ما يتشوح. خلوا بالكم السمك او الحجم اللي احنا عاملينه ده رفيع قوي، مش هياخد 5 دقايق على النار. طيب، لو احنا معانا وقتنا احنا هنشوح السجق ده تشويحة حلوة ونطلعه نحطه في طبق على جنب، في نفس الطاسة ناخد الخضار بتاعنا ونبتدي ايه نشوحه. انا عشان اختصر معاكم الوقت عشان وقتنا يكفي، فهشوح الخضار في طاسة تانية. ايه الفرق؟ انا لما بشوح، بصوا هنا انا محتاجتش ازود اي دهون، انا معتمدة على الدهون اللي موجودة في السجق، هو هيستوي منه فيه، فالطعم اللي في الطاسة ده هيبقى طعم السجق، هيبقى حلو جدا جدا وهيضيف طعم للخلطة كلها. بس احنا ايه عشان نلحق طيب، بشر البرتقال اضافة انا عارفة انها تبان مختلفة شوية وغريبة شوية، جربوها حتى لو شويه قليلين. ولو انتوا قلقانين تجربوا بشر برتقان ممكن تجربوا بشر الليمون. بصوا بقى، طبعا انا لو شغاله في نفس الطاسه مش هحتاج احط معلقه زيت الزيتون اللي انا هحطها دلوقتي. ليه؟ لان هيبقى فيه بواقي دهون من السجق. طيب، هاخد بقى هشوح الخضار بتاعي ده. انا عايزه ايه؟ تشويحه بسيطه، مش يعني عايزاه يفضل فيه الكرانش بتاعته. بصوا بقى، ما تقلبوهوش غير كده. ليه؟ عشان ما تلاقوهوش فرول معاكم. هسيب دبس الرمان وقشر قشر البرتقال او قشر البشر الليمون في الاخر خالص. بقولكوا ريحته حلوه حلاوه. طيب، هحط ايه بقى على الخضار ده؟ هحط
رشة ملح، مش كتير لان انا اساسا متبلة السجق بتاعي. معايا كمان رشة فلفل، مش عايزة اغير لونه. بصوا انا كده بالنسبة لي ده خلاص، انتوا لو عايزين تسووه زيادة سنة سووه، بس انا ايه لسه هضيفه على السجق ده، فعايزاه يفضل محتفظ بيه القرمشة اللي فيه دي. هاخد بقى كمان بشر البرتقال، لا هزود تاني، بقول لكم بشر البرتقال اول ما بينزل كده بتبقى ريحته بتجنن، و دبس الرمان، واخد ايه بقى السجق بتاعي. السجق ده خلاص كده استوى، خلاص هاخده وانزل على الخضار. بصوا خلاص مسك نفسه. شايفين بقى الحاجات اللي في الصينية دي بتاعت السجق، ما تسيبوش منها ولا نقطة. ناخد كده، دي بتظبط طعم السجق جدا بالخضار. بقى احنا كده جهزنا مع بعض السجق من الاول خالص، وصفة سجق كدابة بدهون محدودة جدا جدا، ووصفة خفيفة تقدروا تاكلوها وانتوا عاملين دايت، وتقدروا تاكلوها وانتوا عاملين نظام الكيتو، تقدروا تاكلوها وانتوا عاملين سعرات محدودة، طعمها حلو ما فيهاش حاجة انا مش عارفاها، طعم اللحمة باين. وكده جهزنا بوصفة سجق بتاعتنا سجق بدبس الرمان. استنونا بقى بعد الفاصل، شوفوا هنعمل ايه نقدم فيه السجق اللي بدبس الرمان بطريقة جديدة وحلوة جدا جدا. اهلا بيكم معانا بعد الفاصل، رجعنا لكم بوصفة ينفع تعملوا منها كذا نوع وصنف. هنعمل معاكم عيش مشبع صاج، مش بيحتاج يخمر لاننا هنستعمل فيه المادة الرافعة اللي فيه بيكنج باودر مش خميرة، فما بياخدش وقت خالص، يا دوبك 10 دقايق يرتاح. عملنا منه قبل كده مع بعض من نفس الوصفة دي حواوشي، وهنعمل منه دلوقتي عيش صاج على الطاسة، وده بيبقى حلو قوي في الفطار، حلو قوي كمان في الوصفة اللي هنعمله بيها دلوقتي، وهي اننا نحول السجق اللي بدبس الرمان اللي عملناه مع بعض قبل الفاصل الى تاكوز، نقدمها لاي حد جاي لنا تاكوز صحية ظريفة، ينفع كنوع مقبلات، وينفع لو عملتوها اكبر شوية من ما احنا هنعملها تعملوه كغدا ساندويتش سجق بدبس الرمان، او تحطوا فيه اي فيلينج تاني اي حشوة تانية هيبقى هايل. ايه مكونات العيش؟ بسيطة جدا. معانا ايه؟ معانا دقيق حبوب كاملة، وده متوفر وسعره ارخص كمان من اي بديل من بدائل الدقيق. معانا كمان زيت زيتون، بيكنج باودر، وملح. هنعمل ايه؟ ميه طبعا للعجن، ميه دافيه. هنعمل ايه الوصفه دي؟ كل ما هعملها هقول لكم انه سر نجاحها في ان انا هخلط المكونات الجافه مع بعض الاول، هنزل عليهم بالزيت وابتدي اخلط الزيت كويس ويغلف جزيئات الدقيق بتاعتي، بعدين ابتدي اعجن بيه الميه. لو عجننا بالميه قبل الزيت النتيجه بتطلع مختلفه. طيب انا كده مكونات الجافة اهي، حطيت ايه؟ الدقيق والبيكنج باودر والملح. هاخد الزيت انزل بيه واخلطه، واتأكد انه توزع كويس على كل الدقيق. عايزه اقول لكم الحركه دي بقى بتدي طراوه للعيش حلوه جدا، فانتوا حتى لو نسيتوه في الفرن كام دقيقه زياده، او نسيتوه على الطاسه زي ما هنعمل كام دقيقه زياده، مش هينشف منكم، هيطلع عيش صاج طري وجميل جدا. طيب كده انا خلطت الزيت، ميه دافيه، وابتدي اعجن. عندكم عجان اشتغلوا بيه، ما عندكوش هتعملوا زي ما احنا بنعمل مع بعض كده، وهت ايه هتشتغلوا بايديكوا. طيب الميه هنحط قد ايه؟ حسب كميه الدقيق اللي مستعملينه وحسب نوعه، لانه من نوع دقيق للتاني بالذات في بدايل الدقيق بتفرق في امتصاصها للسوائل. حوالي كوبايه الى كوبايه وربع. خلاص
اهم حاجه هنحط الدقيق ده بالايه بالتدريج. دايما لما تيجوا تعجنوا شايفين الحته دي في الايد، الحته دي اقوى حته، فهي دي اللي تبقوا بتضغطوا بيها لتحت. طيب العجينة دي هوصلها القوام حلو، هنشوفه مع بعض دلوقتي، وبعدين هنسيبها ترتاح 10 دقايق. عارفين العجينة اللي بالخميرة بنسيبها تخمر، دي هسيبها ترتاح 10 دقايق وتوصل لملمس كده هوريهولكم، هنشوفه مع بعض بعدين نبتدي نشتغل بيها. خلاص اوعوا تشتغلوا بأي عجينة يا جماعة مش مرتاحة. طيب عايزة اطمن انه ايه كل الدقيق اتلم. معرفش في ناس زيي ولا لا، بس انا متضايقه ومش لاقيه حل الحاجه اللي مضايقاني، ادخل اعجن بايديا، اعمل بقى اطلع مناقيش، ما اطلعش حاجه خالص من اللي انا بعجنه، بس احساس ان انا بعجن ده انا بيبسطني. طيب هلم بقى العجينة واسيبها اهي، هغطيها واسيبها ترتاح قد ايه 10 دقايق. طيب انا معايا بقى واحدة مريحاها اهي، شايفين الملمس؟ تعرفوا ازاي انها ارتاحت؟ تضغطوا عليها كده تلاقوها ايه العجينة بترجع. اتطمنت ان العجينة كده ارتاحت، هبتدي اخدها وايه، تعالوا بس نشتغل كده. فاكرين انا ريحتها 10 دقايق بعد ما عجنت، هبتدي اخدها واقطعها كور، هقسمها كور هوريكم قد ايه. اهي شايفين، انا عايزه اوريكم ده عشان يبان، شايفين الصباع ده بيلف حواليها كده اهي، شايفين ده بيعمل ايه كده؟ بيضمن ان الكوره تطلع من كل الاتجاهات شكلها حلو كده ناعمه، فلما اجي افرد ما الاقيش الرغيف بتاعي مشقق. خلاص هاخد دي واسيبها ترتاح تاني 10 دقايق. هترتاح 10 دقايق متغطيه بفوطه، هوريكم بقى احنا مجهزين شويه تانيين مرتاحين. صدقوني الراحة في العجين بتفرق جدا، وانتوا بتشتغلوا بيه هتلاقوه ما بيشققش ما بيقطعش، هتلاقوا العجين بيطلع معاكوا طري حلو. بصوا اهو هياخد واحدة من اللي مرتاحين، شوية دقيق مش كتير، ومعايا نشابة. ده احنا بنحاول نعمل ايه؟ عيش صاج اللي هو هنستخدمه، او تورتيه هنستخدمه استخدام التورتيه براد، فهنعمله رفيع على قد ما نقدر. عايز اقول لكم بقى حيله ظريفه جدا للناس اللي ايه ما بتقدرش تضغط بوزنها كله على العجين، اسهل لو جبتوا نشابه تقيله هي بوزنها هي بيتقل بينزل على العجينه، ما بتحتاجوش انتوا تحطوا فورس، ما بتحتاجوش تحطوا ايه ضغط من عندكم انتوا. نساوي بقى شكلها حلو، مسخنين الطاسه بتاعتنا اهي، رفيع رفيع. عارفين عيش التورتيه اللي بنشتريه من السوبر ماركت في اكياس اللي هو تلاقوا ايه العشرة في الاخر سمكهم قد كده؟ بصوا اهو شف، انتوا شايفين انا شايفه ايه شفاف شويه. هاخد دي بقى وانزل على طاسه سخنه،
بعمل ايه؟ بفرده سنه عشان لما ينزل ما يصغرش ما يكشش. بص اول ما ابتدى يبطل يتفرد ده معناه انه ايه ابتدى يسخن، اقلل النار عشان ما يتلسعش. طيب على ما الرغيف بتاعنا ده يستوي هنعمل ايه؟ هجهز معاكم الدب او الغموس اللي هنقدمه مع وصفه التاكوز السجق بدبس الرمان. الغموس بتاعنا عباره عن ايه بقى؟ معانا زبادي يوناني، توم وبصل باودر، توم مفروم، معانا دبس رمان وبقدونس مجفف. دبس الرمان اختياري، واكيد اكيد مش هتنسوا ايه اللي انا دايما بنساه اللي هو الملح والفلفل. تعالوا ايه نخلط المكونات دي مع بعض. معانا الزبادي، انا هنا مستخدمه زبادي يوناني ليه؟ علشان القوام بتاعه يبقى تقيل بس، فلو انتوا مش متوفر الزبادي اليوناني عادي جدا استخدموا اي زبادي متوفر. هو ده فكرته، انه عارفين لما بنقدم التاكوس كده دايما بنقدم معاها ايه؟ غموس زي الساور كريم، فكره الساور كريم اللي هو الكريمه الحامضة. خلاص من الاخر يعني صوص زبادي مختلف شويه عن اللي متعودين عليه. طيب وسنه من دبس الرمان. تعالوا بقى ناخد الميكس الحلو اللي عملناه ده وايه نحطه في طبق التقديم بمكونات بسيطة جدا، ما فيهاش اي حاجة مش صحية وما فيهاش اي حاجة غريبة وما فيهاش اي حاجة مش موجودة. عملنا غموس جاهز ان احنا نقدم معاه ايه التاكوز اللي احنا عاملينها مع بعض. بصوا انا كده شغالة على نار هادية علشان اقعد اقلب العيش براحتي لحد ما يوصل لايه؟ لانه مستوي من جوه. تعالوا بقى اوريكم شوية انا مسوياهم، وبصوا عايزة اوريكم محافظة عليهم ازاي. الفوطة بتاعت المطبخ واحدة نظيفة، انا بيبقى عندي واحدة مخصصاها للمخبوزات مثلا، بغطي بيها بقفل بيها على العيش زي ما احنا عاملين كده. شايفين قفل عليه كويس ازاي؟ اهو شايفين طري وحلو ازاي؟ نعمل ايه بقى؟ نيجي في صينية التاكوز الحلوة دي. وعلى فكرة ساعات بتعملوا وصفات بسيطة جدا، الجديد او المختلف او الحلو اللي فيها بيبقى طريقة تقديمها. يعني احنا هنا ما عملناش اختراع، احنا عملنا مع بعض سجق كداب، سجق من ولا حاجة، لحمة مفرومة وشوية توابل، وبعدين عملنا عيش صاج بسيط جدا زي تقدروا تستبدلوه لو مش عايزين تعملوه بالتورتية الجاهزة من السوبر ماركت بس هاتوها حبوب كاملة، و طريقة التقديم هي ايه التريك او الحلو في الحلقة النهاردة. تعالوا بقى نشوف ايه. هقفل على ده. وهاخد الصينية بتاعتي دي كلها جنب الحلة بتاعة السجق. معايا هنا شوية خس شوية طماطم، يا تحطوهم على الوش يا تحطوهم تحت. بصوا بقى خد شوية خس كده حطهم ايه تحت، انا بحب الخس بحب الخضار فاحط في كل رغيف شوية خس وشوية طماطم، كأني ايه بعمل تاكوز بس تاكوز مصرية جدا. بعدين احط شوية طماطم وبعدين هقفل عليهم بالسجق. الطماطم اللي انا مستعملها هنا دي شايله منها القلب زي ما انتم شايفين اهو. تقدروا بقى تغيروا في الفيلينجز او الحشو اللي بتحطوه في التاكو براحتكم، عايزين ما تحطوش كل ده، عايزين تحطوا شويه طحينه حطوا شويه طحينه ليه لا. ناخد بقى تعالوا كده ايه نستعمل شوية خضار من المكرمل الحلو ده.
أكلنا سجق وعملناه بطريقة صحية، وكمان أكلناه في ساندوتش من غير نشويات كتيرة، ما بوظناش الدايت واستمتعنا بالأكل اللي نفسنا فيه. أنا لما بوصل للحتة دي إن أنا أكلت اللي أنا عايزاه وما بوظتش الدايت، أنا بحس إنه خلاص أنا كده إيه، حققت هدف الدايت، إن أنا مبسوطة. مش فكرة الدايت أو فكرة إن أنتوا تبقوا بتاكلوا صحي، أهم حاجة فيها إن أنتوا تبقوا مبسوطين. طب والله شكله أحلى من التاكوز المكسيكي اللي هم معروفين بيها. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. عملنا معاكم السجق الكذاب من لحمة مفرومة بدون دهون ملهاش داعي، وبعدين طلعنا منه وصفة سجق بدبس الرمان، وبعدين طلعنا منه وصفة تاكوز مصرية أصيلة بالسجق ودبس الرمان، وعملنا العيش المشبع اللي على الطاسة اللي هو، بصوا عايزة أوريكو ده كده استوى خلاص، بصوا من جوه حلو ازاي وطري ويجنن سخن. بس استنونا في حلقة جديدة من بالهنا والشفا.